السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على حاجات مهمة جدا في هواتف أوبو. إن شاء الله شرح النهاردة هيكون مهم جدا لكل واحد معاه هاتف أوبو بالأنواع الجديدة. بس قبل ما نبدأ الشرح، بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة، والاشتراك في القناة هيكون من أسفل الفيديو بالشكل ده. شجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديده. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم على اهم ثلاث حاجات في هواتف اوبو الجديده. اول حاجه معانا هنعرفكم ازاي تخفي اي تطبيق وتظهره في هواتف اوبو، تمام؟ طيب تاني حاجه معانا ازاي تعمل تحديث لهواتف اوبو. ثالث حاجه معانا ازاي تعمل ضبط مصنع او اعاده ضبط مصنع لهواتف اوبو. وطبعا الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول اهم من بعض، تمام؟ طيب هنبدا نقول اول حاجه معانا، وهي ازاي نخفي اي تطبيق في هاتف اوبو. يعني لو عايز تظهر او تخفي اي تطبيق في هاتف اوبو، ان شاء الله بعد ما تشوف الشرح دوت هتبقى الطريقه سهله جدا. طيب اول شيء هنيجي على الاعدادات او الضبط. اول شيء هنيجي على الاعدادات بالشكل ده وهنضغط عليها. طيب بعد ما جينا على الاعدادات هنيجي على الامان وهضغط عليها بالشكل ده. طيب بعد ما نضغط على الامان هتظهر لنا صفحة تانية بالشكل ده. هاجي على تشفير التطبيقات واضغط عليها بالشكل ده. طبعا لما اضغط على تشفير التطبيقات كتب لي هنا عايزك تعمل كلمة مرور، فانت هتكتب له اي كلمة مرور، او لو كنت عامل كلمة مرور للهاتف تكتبها. طيب هضغط على تعيين كلمة المرور بالشكل ده، وهبدأ ادخل له كلمة المرور على سبيل المثال 6 ارقام. طيب هو هنا بعد ما كتبت كلمة المرور عايز نعيدها تاني، تمام كده. بعد كده هتظهر قدامنا الصفحة دي مكتوب لي فيها ما اسم احد معلميك. طبعا هنكتب له اي حاجة، ممكن اكتب لا اعلم بالشكل ده كده. طيب بعد كده هضغط على تم في اعلى الصفحه كده على الشمال. بعد كده هتظهر لنا الصفحه دي، هنشوف انهي تطبيق احنا عايزين نخفيه. طيب على سبيل المثال علم علامه الصح كده امام تطبيق المازنجر بالشكل ده. طيب بعد كده بعد ما اخترت التطبيق اللي انا عايز اخفيه هضغط على تمكين التشفير بالشكل ده كده اللي هي في اسفل الصفحه. طيب بعد ما نضغط على تمكين التشفير هيقول لي يوصى باستخدام الغاء كفل بصمه الاصبع لفتح التطبيقات حيث انه اكثر امانا وملائمه. طيب هضغط على استخدام. بعد ما نضغط على استخدام هاجي على تطبيق المازنجر تاني بالشكل ده كده واضغط عليه. طيب بعد ما نضغط على تطبيق المازنجر هتظهر لنا الصفحه ديت. بعد كده هفعل الخيار اللي هو اخفاء ايقونه الشاشه الرئيسيه بالشكل ده، وهنلاحظ ان هو كده بدا يخفي لي التطبيق من الشاشه الرئيسيه، واللي تحتها عدم العرض في المهام الأخيرة، واللي تحتها عدم العرض الإشعاع. طيب هنطلع بقى للشاشة الرئيسية كده وهنشوف تطبيق المازنجر موجود ولا لأ. طبعا زي ما احنا شايفين تطبيق المازنجر اختفى من الشاشة الرئيسية.
طيب انا عايز ازهره تاني، هنزهره بطريقة سهلة جدا، هنزهره بطريقة سهلة جدا. بس قبل ما نزهره في حاجة برضك اقول لكم عليها. لو انت عايز تعرف جميع التطبيقات المخفية هتيجي على لوحة مفاتيح بالشكل ده، او لو انت عايز تعرف جميع التطبيقات اللي انت خفيها طبعا في رقم انا عملته فاول لما جيت اخفي التطبيقات، رقم دوت هكتبه كده في لوحة المفاتيح اللي هو شباك 5656 شباك، وهنلاحظ ان هو هنا جاب لي تطبيق مازنجر اللي انا خفيه. تمام، وهنا بيعرفك عن ايه التطبيقات المخفية، حتى لو انت خايف اكتر من تطبيق هيظهر هنا. طيب انا الوقت عايز ازهره تاني، نفس الطريقة هاجي على الاعدادات بالشكل ده، بعد كده هاجي على الامان، وبعد ما اضغط على الامان هاجي على تشفير التطبيقات، وطبعا هيطلب منك كلمة المرور اللي هي بتاع الهاتف او اللي انت كتبتها عند اخفاء التطبيق. بعد كده هنضغط على عرض المشفر فقط، يعني التطبيقات اللي احنا خفناها، وهنلاحظ ان تطبيق المازنجر ظهر قدامنا اهوت. هبدا اضغط عليه بالشكل ده، وبعد كده هعمل الغاء تفعيل اللي هي اخفاء ايقونة الشاشة الرئيسية بالشكل ده. وطبعا بعد ما بضغط عليها بنلاحظ ان هو كده التطبيق هيظهر تاني، مفيش اي مشكلة. طيب لو جينا نشوف الشاشة الرئيسية بالشكل ده هنلاحظ ان تطبيق المازنجر ظهر معانا بسهولة. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم ازاي تعمل تحديث لاي هاتف اوبو بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هنيجي على الاعدادات بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطنا على الاعدادات هنيجي على تحديث البرامج، وهضغط عليها بالشكل ده. وهنلاحظ ان هو هنا بيقول لي البرنامج محدث. طيب لو انت الهاتف بتاعك محتاج تحديث هتلاقيه مكتوب لك تحديث الان، هتضغط عليها هيبدا ان هو يحدث الهاتف، مفيش اي مشكله. بس طبعا لازم تكون متصل بالانترنت، يعني ما ينفعش تحدث الهاتف بتاعك الا اذا كنت متصل بشبكه الواي فاي مثلا عشان يبدا يعمل تحديث. انا عندي هنا اهوت قال لي البرنامج محدث، لو انت موبايلك محتاج تحديث هتلاقيه كتب لك تحديث الان، مجرد ما تضغط عليها هو هتضغط اوكي هيبدا يعمل تحديث الهاتف، وبعد كده بيعمل اعاده تشغيل عادي والبرنامج بيتحدث مفيش اي مشكله. طيب وديت كده كان ازاي تعمل تحديث لهواتف اوبو. هيبقى فاضل معانا ازاي نعمل اعاده ضبط مصنع لهواتف اوبو بطريقه سهله جدا برضو. لما نعوز نعمل اعاده ضبط مصنع او اعاده ضبط لاي هاتف من هواتف اوبو بطريقه سهله جدا، هنيجي على الاعدادات وهنضغط عليها. بعد ما نيجي على الاعدادات هنيجي على اعدادات اضافيه وهضغط عليها بالشكل ده. بعد ما بنيجي على اعدادات اضافيه هنيجي وهنضغط على النسخ الاحتياطي واعاده الضبط، او النسخ الاحتياطي واعاده التعيين. مجرد ما تضغط عليها هيطلب منك، لو انت عامل باسورد للهاتف هيطلب منك كلمة المرور، ولو انت مش عامل كلمة المرور مجرد ما تضغط عليها هيقول لك اعادة تعيين الهاتف، وبتضغط عليها عادي، وبعد كده الهاتف بيبدأ يعمل اعادة تشغيل، ويبقى كده الهاتف اتعمل له ضبط مصنع بطريقة سهلة جدا. وبكده هنكون شرحنا جميع الاسئلة اللي بتجيلنا في التعليقات، لان انا كنت عامل فيديو قبل كده بس طبعا عشان الفيديو ما بقاش طويل عملته على جزئين. وبكده
هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك وتنصر الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.